وضع كاميرات في شوارع مدينتي الرماد والفلوجة لمراقبتهما بعد رفع العديد من نقاط التفتيش من الشوارع الرئيسية بعد استقرار المشهد الأمني في المحافظة، تأتي خطة نصب الكاميرات لكشف الجرائم وحالات السرقة. تم نصب أبراج في عموم مدينة الرماد والفلوجة وهي من نوعية جيدة جدا لمراقبة الشوارع العامة والرئيسية والأسواق من أي حوادث مشبوهة والحد من الجريمة في عموم المحافظة. نحن دائما بصدد تطوير هذه وصيانة هذه المنظومة المهمة لتشمل جميع أقضية المحافظة، وقد تم ضبط حالات سرقة وحوادث عديدة، ونحب أن نوجه المواطنين الكرام إلى وجود خدمة 104 المجاني للتبليغ عن الحوادث والسرقات داخل المدن. الأهالي في المحافظة طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع كاميرات في الأقضية والنواحي للسيطرة على المحافظة من أي عمليات مشبوهة، كون المناطق الغربية مطلة على صحراء الأنبار وتحتاج إلى مراقبة مستمرة من قبل قوات الأمن. خطوة جيدة جدا، هاي حماية للمواطن، نتمنى طبعا بكل مكان انه تنتشر هاي الخطوة، هاي توفر كثير، سواء يكون عندك جهد استخباراتي بعيد عن العنصر البشري يعني باعتبار، وهاي خطوة والمواطن لازم يتعاون لان الناس تعبت، خلنا ترجع النوبة على الخيام وترجع على هاي. كاميرات واجهزة المراقبة المفروض مو بس بالرمادي ولا المفروض قضاء الفلوجة، يعني ما تختصر بس على القضائين بس، يعني صح ان الأهمية هنا ذاتية بس المفروض كل مكان يعني تشمل الأغذية، النواحي، القائم، المقامات كلها، يعني أي مكان وأي شيء، على نساعد الجزء الاستخباري، نساعد الجزء الأمني، نساعد كل شيء، يعني من خلالها نقدر نعرف على جريمة، على سرقة، على أي شيء. نصب كاميرات للمراقبة في الشوارع العامة في مدينتي الرماد والفلوجة ستحد من ظاهرة السرقة والعمليات الإرهابية. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.